ديجا احنا خاسرين، احنا خارجين طلعت ولي طلعت الحمد لله. يعني ظهر لي اليوم كوره ما حبيتش يعني من الاول، ضيعنا برشا فرص اللي كان نجم يسهل لنا الماتش، من بعديك دخلنا في التصرع في الاخر، الله غالب ماركينا زموتويت حبينا ماركيو الثالث، مي بون جي في الاخر تو صحيح. يعني خرجنا من الشامبيونز ليغ هذه صفحه، بس صفحه وتوينات ركزوا على الكاف وعلى ماتش الشامبيونات اللي هما معنا مهمين جدا. والله غالب يعني ساريه بك اول مره فقد اسبيرانس تخرج من 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 قبل دوري مجموعات، نحاول نصلح روي احنا نحاول تو نركزوا على ماتش الجايين وكاو. الترجي اليوم معناتها الترجي شفنا نفس المشكل، معناتها المشكل الدفاعي هجوم جوري شويه في المريه شويه، معناتها في السودان شفنا اليوم معناتها الترجي جاتهم برشا فرص ضيع عليهم نقولوا الفارس كبير. كما قلت لك يعني صحيح ضيعنا شويه بطولات سهلين اللي دخلنا شويه شك في روحنا بحكم ما احنا قاعدين معنا حابين نزبوا باش ماركيو، ما يلا غالب كما قلت لك كنا نجموا معنا نلعبوا اكثر مرتاحين، وكنا معنا بوتويت كانت نجم يجي في اي وقت. كما قلت لك ماركينا بوتو الثاني في الاخر، ما نجمناش ماركي بوت الثالث الله غالب كاو، ربي ما حبش المترشح. بعد غدوتين مع سي اس اس كيفاش مور المو مع اسكو ليكيب قادر باش يتجاوز عثره هذه؟ مور المو صحيح الناس كل حاسه على الشامبيونز ليغ ما ترشحناش، مي بون ساري كيما قلت لك هذيك الكره تو واحد يحاول يصلح ويحاول يرجع يعني تو يركز على الشامبيونز اللي هو ماتشات مهمين جدا ان شاء الله. تو عندنا شامبيونز قدامنا ان شاء الله نحاولوا نرفعوا ماتشاتنا هذوما الكل باش ننزل شامبيونز ان شاء الله. عجبك